ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ بالفيديو تحطوا لايك شير سبسكرايب، لان ده بيدعمني جدا، وهقول لكم برضو كده في اخر الفيديو، فيا ريت تعملوها قبل ما اقول لكم تاني في اخر الفيديو. فيديو النهاردة هيكون عن اكتر 10 هدايا جات لي غالية عليا قوي وغالية على قلبي وانا حبها جدا. فخلينا اول حاجة هوريكم بس لفة سريعة على الهدايا، وبعدين هشرح لكم كل حاجة مع بعضين. فيلا نبدأ بالفيديو. يلا، دي لفة سريعة على الحاجات. تمام، اهو دي الحاجات كلها اللي جات لي، حاجات كتير يعني. فدلوقتي احنا هنقعد مع بعضينا ونشوف ايه الحاجات يعني اللي جات لي فيلا خليكم معانا. يلا دلوقتي بقى هنبدأ اوريكم الهدايا. خلينا نبدأ بأول الهدايا الحلوة جدا جدا جدا، اللي هي الشنطة دي. الشنطة دي بتتشال على الكتف، تمام، بتتشال على الظهر، يعني انك ممكن تعمليها ظهر اهي، شنطة ظهر، ممكن تعمليها كتف اهي. الشنطة دي فيها سوستتين، هي السوستة دي ودي اللي هي بتتقفل وبتتفتح. الشنطة دي جايالي من ماما، فهي صراحة اغلى هدية عندي، لان كنت نفسي اوي في الشنطة دي فجبتها. من لكم فوق السيل لوحدها، جميلة جدا بجد عجبتني. فخلينا بالهدية اللي بعدها. الهدية اللي بعدها هي الهدية دي، اللي هي الهدية دي من مرات ابن عمتي، اللي هي اختي. انا مش هقول مرات ابن عمتي لان حسها مش حلوة الكلمة دي، فهي اختي، اختي فعلا ومامتي تانية بجد. جابت لي ده وجابت لي ده كمان، فده هي اللي عاملاهم كمان، يعني هي تعبت وعملتهم، مش انها اشترت كده وخلاص. الله خليكم مع فوكس ليهم. نعم، الهدية اللي بعدها، الهدية اللي بعدها هي اللوحة دي. لحظة واحدة اعمل لكم فوكس ده. اللي هي فروزن واختها انهم اخوات، وصاحبتي كاتبالي حاجات من ورا، مش عارفة هتبان ولا لا، بس هي كاتبالي يعني اسمها رغد، رغد مجدي. صاحبتي جايبهم لي بجد، كانت رسمة تحفة، وهي كمان اللي رسمها. ف اوكي، خلينا في الهدية اللي بعدها. لا، قبل الهدية دي معلش عايزة اقولها على حاجة، معلش انا اسفة يا رغد، بس فيكي قبلي في قبليكي كذا حاجة حلوة. فخلينا بدي الكشكول ده، جايبه اخويا برضو محمود اللي هو معانا في القناة، جايب لي الكشكول ده، كشكول سلك. تمام، انا عامله الكشكول رسومات، لو عايزيني اعمل لكم جوله جوه الكشكول ده قولولي. اهو رسومات كتير يعني انا رسمها جوه، فلو عايزين تشوفوا رسوماتي قولولي. شكرا يا محمود. خلينا بقى في الهديه اللي بعدها. الهديه اللي بعدها هي دي، دي من اغلى بجد صاحبه عندي. بص، جايبه لي نوته، نوته شكلها كيوت قوي. بص فوكس فوكس، النوتة دي بتتفتح كده زي ما انتم شايفين، جوا حاجات نوتة كان فيها مذكرات، يعني كانها مذكرة صغيرة. وجايبالي علامة بي تي اس، مش عارفة هي هتظهر عندكم كده ولا هتظهر عندكم، اصل هي عندي بالمتشقلب، انا مش عارفة هل هي هتظهر متشقلب عندكم ولا لا، بس المهم يعني انها علامة بي تي اس ونوتة. فا اي لاف يو، مش هقول على اسمها، هي بتتفرج على الفيديو لان هي مش بتحبني. تاني هدية اللي بعديها، فهي الهدية دي ايربودز. اخويا كان جايب لي ايربودز اهي، كان جايب لي جراب لونه احمر، والبتاع دي لونها ازرق. كان عايز يجيب جراب ازرق بس انا ما حبيتهاش، بس ما لقاش يعني، انا كنت عايزة حاجة لونها ازرق فجاب لي دي لونها ازرق. ايربودز عادية. خلينا في اللي بعده. اللي بعده هي الهدية دي، هدية دي من مرات عمي. بس هو ليكوا الهدية دي عبارة عن ايه؟ الهدية دي عبارة عن حاجة تعليمية، وانا صغيرة شوية كانت جايبة لي الهدية دي. عبارة عن حاجات كده اشكال، نختار مثلا ايه، اتنين صورتين، صورة ايه، الجد والملك، الملكة ورا كوين، شايفين؟ وهنا الجد جراند فادر. دي عبارة عنها كلها، بس بقى كل الحاجات يعني مش حاجة واحدة او اتنين، لا كل الحاجات.
مش 10 او كده، لا ده اكتر من 50. انا مره عدتهم كانوا اكتر من 50. فشكرا جدا، برضه مش عايزه اقول اسمها بس هي مرات عمي. اهو استنى فوكس. اوكي هل او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. ام سوري يا جماعه، خلينا في البعض. اللي بعده هو الدبدوب ده. الدبدوب ده كان جاي لي من اختي، بس هو متوسط شويه بقى. المهم يعني هو كيوت قوي وصغنن فعجبني قوي، فده برضو من اكتر الهدايا اللي انا بحبها. اللي بعده بقى هي اللي رغد. في حاجه بقى انا سند عليها الكاميرا، خليني اوريكم. بس انا بريك الكاميرا شويه. يونيكورن. بصوا بقى اليونيكورن ده انا لازم اعمل لكم جوله كامله فيه، فخليكم معايا لحد ما اعمل لكم جوله.